موضوع فقرتنا النهاردة هنتكلم عن علم الطاقة. علم الطاقة ده مؤخرا بقى مهم جدا بالنسبة لناس كتير جدا جدا، وبقى في ناس بتهتم بيه وبتؤمن بأهميته في حياتنا، وإنه فعلا مسارات الطاقة اللي حوالينا واللي جوه البيت بتأثر بشكل كبير جدا في حياتنا. النهاردة هنتكلم عن طاقة مهمة جدا وبيتهيألي كلنا بنفكر فيها الفترة دي، طاقة الثراء والوفرة في حياتنا. ازاي نتفادى حاجات غلط ممكن نبقى بنعملها بتجيب لنا طاقة سلبية وبتكون هي مضاد لطاقة الرزق. خلينا نفهم من ضيفتنا الطبيبة باحثة في علوم الطاقة دكتور سحر النمر. اهلا بيكي ومنورانا. ازيك يا سالي؟ عامله ايه؟ في ميعادك والله. وقتي صح؟ اه والله. دكتورة سحر، يعني مبدئيا لما حد يقول لي علم الطاقة ما بقاش عارفة يعني ايه علم الطاقة بالتحديد يعني. اما يقولوا لي بقى ثراء وحاجات كده العمليه تتعقد عندي، اباضي انا بقى في الحته دي. فانا عايز افهم يعني، فهمينا بكلمات بسيطه تمام ايه العلم ده، وابتدى امتى، ولا هو موجود من زمان واحنا اكتشفناه دلوقتي، ولا ايه هو بالنسبه موجود من امتى؟ موجود من اكتر من 400 سنه. أيوة. بس هو في الوطن العربي مؤخرا بدات الناس تستقبله شويه عن زمان. ايه الطاقة طاقة إيجابية وطاقة سلبية وحسبها ازاي؟ لكن احنا هنتكلم النهاردة بشكل بروفيشنال بقى عن الفلوس، يعني ايه طاقة ويعني ايه فلوس. خليني ابدأ بحتة كده مهمة. ان البني ادم عبارة عن افكار ومشاعر وجسم. التلاتة دول مرتبطين ببعض. اي فكرة حضرتك بتفكريها ليها ذبذبات وترددات. الفكرة طبعا حتى اجهزه المخ والاعصاب بيقيسوا بيها، لما بيخلوا بيحطوها على الدماغ وبيشوفوا لما انت تشوفي لون معين يجرالي ايه، رد فعلي ايه. فكل فكره ليها تردد. الافكار النجاح ليها تردد مختلف عن افكار الفشل، عن الحزن، عن المرض، عن الصحه. الافكار بتحرك المشاعر بشكل دائم، ومستحيل شعور يتحرك بدون فكره. تمام صح. اي شعور بيتحرك الجسم بيستجيب ليه. الحزين ملامحه بيبان عليها انه تعبان او او حزين. لو انا عرضتك لموقف او حكيت لك حاجه تخضك او تزعلك قوي ممكن تصيبك بمرض. يعني ممكن لو حد اديته خبر بوفاه حد مقرب ليه، او حاجه خسر فلوسه او خسر حاجه مهمه عنده، ممكن يزعل جدا لدرجه تجي له جلطه. في ناس ممكن تموت. صح. فالفكره ليها تاثير قوي جدا، مش منفصل نهائي عن الشعور. والشعور في الاخر بيصب ده في جسمك. جسمك بيستقبل الطاقات دي اوقات يخليها جوه، وفي نفس الوقت بيطلع لها ترددات خارجيه بره جسمنا. خلينا نستعين بايه دي في القران بتلخص لي قوانين الطاقه كلها. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ايه هي الانفس؟ فكرتي وشعوري. هو ده الحاجه اللي مش ممسوكه، مش ماديه. بس اللي بيحصل جوه هو ده اللي انا هحصده بره على اي مستوى. على المستوى المادي، على مستوى الصحه، على اي حاجه تخطر في بال حضرتك. ايه اللي يخليني احصد مال او ما احصدش مال؟ عندي مشاكل في الفلوس. هقول كلمه كده الناس بس تفكر فيها. انت ممكن تبقى اغنى واحد في افقر دوله، ممكن تبقى افقر واحد في دوله غنيه جدا. وانا بيجي لي ناس كتير كده تبقى من دوله معروف ان الدول دي اقتصادها عالي ومرتباتها عاليه، بس يا دكتور الحقيني انا عندي ديون وهدخل السجن، انا عندي مشكله ماديه كبيره. هنا المشكله فين؟ تتوقعها تكون فين؟ اما تجيبي الفلوس وتوزعيها على الناس كلها بالتساوي، تيجي كمان سنه مش هتلاقي الناس كلها زي بعض، كلها خدت زي بعض. الغني هيعمل فلوس تاني ويتغني، واللي كان في الاول فقير هيرجع يفقد فلوسه. الموضوع هنا مرتبط بالمنتاليتي، بافكارك. انت بتتعاملي مع الفلوس ازاي؟ شايفاها ازاي؟ ايه البرمجات بتاعتها؟ خليني اقول ايه كلمه برمجات دي برضه عشان الناس مش بتبقى فاهماها. برمجات هو ان انا اول ما بتولد انا ما عنديش حصيله افكار، انا بستقيها من ماما ومن بابا ومن صحابي ومن الجيران ومن قرايبي ومن المدرسه. فالافكار دي اوقات بتكون داعمه واوقات بتكون محطمه. وللاسف اهالينا جزء كبير منهم ما درسش ده ومش فاهم ده. فانت تطلعي في اسره تقول لك انت بتطلبي فلوس كتير، احنا قاعدين على بنك. تسمعي من الناس ان اللي معاه فلوس كتير ده لازم يكون بيعمل حاجه غلط. ما ينفعش هذه الجمله دي ممكن تتقال حتى لو كانوا اغنياء بيقولوها برضه. هو اللي هي ايه؟ ما هي دي غلط، دي غلط. طب في فرق بين ان انا اقنن واتعامل صح، وان انا طول الوقت اتعامل ان لا كده كتير، انا مش هينفع اصرف، انا مش هينفع. واصلا ايه الهدف من الفلوس؟ طيب انا عايزه بس ايه عشان الوقت ما يروحش، عايزين بالظبط عايزين نقول للناس
ايه الافكار الوحشه ازاي بالظبط، ازاي أيوة. اجيب وازاي ان انا اجذب طاقه الثراء طيب. والوفاء. هقول لك الثراء بالتحديد مش دي الطاقه الايجابيه، كلمه الايجابيه والسلبيه دي كلام واسع بالظبط، لكن انا عايز اعيش في حياه فيها وفره. الوفره دي ربنا يعني قال لنا في السماء رزقكم وما توعدون، خزاء ربنا مليانه ما بتفضاش، الله الغني. مستحيل احنا نكون بنعبد اله غني ونبقى فقراء، الفقر عندنا في دماغنا. فهي الفكره نعمل ايه بقى؟ البرمجات بقى. هقول لكم انا جمعت لكم اكتر 10 برمجات الناس متعوده عليها. يعني ايه برمجات؟ يعني الناس حفظوكي ان هي دي الفلوس. ان الفلوس بتيجي بصعوبه. ان الفلوس بتغير النفوس للاسوء. ان الفلوس عشان تبقى معايا لازم اعمل حاجه غلط. ان الفلوس لو معايا الناس هتطمع فيا. الناس هتحبني عشان فلوسي. افكار كتير قوي غلط عن الفلوس. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ انا اقعد مع نفسي اجيب ورقه وقلم واشوف انا شايف الفلوس ازاي. اوكي. كل المعتقدات دي على فكره خاطئه عن المال. لان انت ممكن تجيبي فلوس بالحلال. طبعا. في ناس بتشتغل شغلانات بسيطه وبتمارس فيها موهبتها وبحب وبتجيب فلوس كتير على فكره. بالظبط. لا او فلوس قليله وفي قناعه. بالظبط. هي مش حكايه قناعه، هي الفكره في ان انا هكون مستمتع وببركه. انا ما عنديش مشكله ان انت ما تكونش فري، بس انت مرتاح ومبسوط ومستمتع وفي حاله غنى. احتياجات البشر مختلفه. بالظبط. في ناس على فكره معاها فلوس ان انا بحس ان انا غنيه، دي بالنسبه لي انا بحارب حربي انا ماليش علاقه بحرب كده. ففي واحد هو عايز يبقى عنده فيلا وواحد تاني مبسوط جدا او هدفه يبقى عنده بيت صغير. بس توصل للبيت ده ما تبقاش نفسك فيه ومش قادر توصل له. ازاي بقى اوصل له؟ هنعمل ايه؟ في طريقتين سهلين قوي ويمكن الناس هتستغربهم، بس انا بنشتغل فيهم على العقل الباطن. اول حاجه المعتقدات اللي انا اتكلمت عليها دي، انت جيب ورقه وقلم وطلع ايه نظرتك للفلوس، انت عايزها ليه، هدفك منها ايه. اي هدف غير ان يكون الفلوس مصدر للحريه هو هدف خاطئ. اوكي. فانا هدفي ان انا يبقى معايا فلوس عشان ابقى حر. تمام. حر في قراراتي، في سفري، في لبسي، في صحتي، في كل حاجه. فلازم تبقى فاهم انك انت عايز فلوس عشان تبقى انسان حر. تاني حاجه، دمر كل فكره طلعها الاول وهنكتب البديل بتاعها. الناس هتطمع فيا عشان فلوسي، هل انا انسان ضعيف لدرجه ان انا هم هيستغلوني؟ انا اللي بحط الحدود مش الناس، مش هم اللي يستغلوني. الناس هتحبني عشان فلوسي، هل انا ساذج لدرجه ان انا هبقى ضعيف عاطفيا ان انا بس اقع تحت تاثيرهم وان هم بيحبوني بس عشان فلوسي؟ هنا دي نقط ضعف عندك انت هتلغيها. انا لو معايا فلوس هقرر ادي مين وما اديش مين، محدش يقدر يستغلني، الناس هتحبني عشان شخصيتي انا بس. الفلوس، في ناس تقول لك الفلوس مصدر الشرور نهائي، طالما معاك فلوس كتير ممكن تتصدق، ممكن تساعد ناس كتير، تساعد اهلك، تجيب لكل الناس اللي ممكن يبقى معكش فلوس تبقى شرير برضه ملهاش علاقه. بالظبط. بس يعني. بس المشكله ان اللي حاصل ايه، ان اتربطت ان في ناس الفلوس بتغير النفوس. طب ما ممكن تغيرها للاحسن، ممكن تخليني اقدر اساعد ناس اكتر. في نقطه مهمه بس عشان دي لازم تتعمل، اللي بيتقال عليها الصدقه، في لان الطاقه بتتكلم كل الناس وكل الاديان، فاحنا بنسميه تبرع. لازم فلوسك ايا كان هي ايه تطلع منها، احنا بنحددها دايما 10%. في ناس بتبخل بده، تقول لك كتير انا داخلي 1000 جنيه هطلع 100. ما هو انت داخل في تجاره مع مين؟ عندنا الزكاه في الدين بتاعنا. الزكاه لا، احنا بنتكلم على حته اعلى، على حته تانية هتوسع لي غير الزكاه. غير الزكاه، لان الزكاه دي بتكلم لكل الناس، بتطفئ يعني بتطفئ لك بلاوي تانية كتير. لكن انا بتكلم على ان انا هطلع فلوس عشان يجي لي فلوس، وده انا شخصيا جربته كتير. ان انا اطلع فلوس وبستنى الفلوس مستحيل ترجع لك اقل من انها تكون مضروبه في 10 او اكتر. موجوده برضو في القران يا دكتور. هي موجوده في كل حته، موجوده. يقول لك بس عايزه اقول لحضرتك السنبله وبترجع. الناس ما بتاخدش بالها ان الحاجات دي مهمه قوي بجد كده. في ناس تقول لك انا ظروفي صعبه مش هينفع. صدقيني انت ظروفك صعبه طلعي 10% منهم. يعني لو 100 جنيه هتطلعي 10 جنيه. طلعيها، لازم كمان تكوني ان هي راضيه وصافيه. الناس بتطلع الفلوس، مش ضروري نقول رقم. احنا يعني احنا كبني ادمين ربنا قال لنا 2.5% في الزكاه، فاحنا بلاش نحدد للناس برضه. هقول لك حاجه، انا بتكلم من موضوع الطاقه، لان احنا بنلعب على الترددات بتطلع وبترجع زيها. انا لما اطلع 10 ويتضربوا في 10، فال100 جنيه اللي انا طلعتها هترجع لي 1000. ده الفرق بقى. ان انا هنا هطلع 1000 جنيه بطلع 100 جنيه بترجع مضروبه في 10 في وقت قصير جدا. فدي طريقه انك برضو تضاعف بيها فلوسك بذكاء. النقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها ان انت هتكتب افكارك السلبيه دي عن الفلوس ومشاعرك تجاه الفلوس، ولازم تتبدل بصيغه ايجابيه. ايجابيه يعني ما ينفعش اقول لا انا مش بكره الفلوس، لا لازم تكتب انا بحب الفلوس. في ناس كتير بتكره الفلوس، اي حد بيقول لك فلوسي ما بتكفينيش او بصرفها على طول، هو عنده معتقد داخلي ان انا مش عارف اعمل بيها ايه، فلازم اتصرف فيها، لازم نمشيها بسرعه. هو مش مدرك لده، بس ده متخزن في العقل الباطن. ان احنا في ناس على فكره كتر الفلوس ممكن يرعبها.
في ناس كده لو قلت لها طب بكره انا احط في حسابك 1,000,000 جنيه هتعمل ايه؟ ممكن يموت من الخضه، مش هيبقى مستوعب المبلغ ده ولا طاقه المبلغ ده. ففي ناس بتكره الفلوس بشكل باطني، هي مش واعيه لده. فانا لازم اكتب افكار كويسه عن الفلوس دي، انا هحاول اقراها كل يوم الصبح 5 دقائق، لان العقل الباطن بيتبرمج الصبح بشكل رهيب. اي حاجه بتدخلها له في اول اليوم بتفضل شغاله وبتطلع ترددات من جسمك تستقبل المشابه ليها من بره. تمام. النقطة التانية، في طريقة أو رهيبة يعني دي أنا بشوفها جبارة، إن أنا إزاي أوصل إن الكون كله اللي ربنا خلقهولي ومسخرهولي يتحرك علشان يخدمني. بنيجي بالليل قبل ما ننام بنتنفس بهدوء على الأقل 10 تنفسات، بس بالعكس أنا بعد بالعكس 10 وأخد نفس 9 لحد ما أوصل لحد رقم 1، وبعد كده بشوف الحاجة اللي أنا عايزها وبطلبها في صيغة سؤال بدون سيناريو. فانا بما اني بتكلم، لا انا مش فاهمه، قولي لنا جيبها ازاي، بس في حاجه هنعملها. هنيجي بالليل قبل ما ننام وهنعد من 10 ل 1 بهدوء 10 واخد نفس 9 لحد ما اوصل لواحد. كويس. بعد كده انا دلوقتي بنتكلم على الفلوس، انا عندي سؤالين، في ناس عندها ديون وفي ناس ما عندهاش ديون بس عايزه فلوسها تزيد، فاحنا هنعمل سؤالين للاثنين دول. ازاي اتخلص من الديون بكل سهوله ويسر؟ ده سؤال بس هتكرريه 4 مرات، وبعديه هتقولي ازاي اوصل للثراء والرخاء والوفرة المالية بكل سهولة ويسر. الطريقة دي تبرمج عقلك الباطن انه يفضل يسعى ويدور معاك ويبدأ يشوف الفرص اللي هتظهر قدامك. ثانيا، هي فيها شكل من اشكال الدعاء بيقين، ان انا بطلب من ربنا وانا مش فاهم انا ممكن الحلول تيجي ازاي، بس انا مستقبل ليها كلها يا رب زي ما تيجي. انا عايزة الديون تتحل بس مش مهم انا ابقى فاهمة ايه، هو ربنا قادر انه يبدأ يظهر لك حاجات تخدم طلبك. وعلى فكره ما هو الكون مسخر لينا ازاي؟ ما هو كده، عشان انا الحاجه اللي انا عايزها ربنا يحطها قدامي، بس لازم ابقى عايزها. فالطريقه دي احنا فعلا بنقول لربنا انا عايز كذا، ساعدني وصلني. وفي نفس الوقت انا ببرمج عقلي الباطن ان عندك امتحان، احنا عايزين نحل المشكله الفلانيه، هنعمل ايه؟ وعقلي الواعي برضو بيعمل نفس الحكايه. في حديث قدسي بيقول انا عند ظن عبدي بيه فليظن بيه ما يشاء. معناها ان افكارنا، ما هي الظنون هي ايه؟ هي الفكره. فكرتي بتحرك ربنا معايا تحرك مختلف. ربنا انت بتفكر في ايه يا عبد؟ اللي انت هتفكر فيه هتلاقيه ايا كان هو ايه بقى، صحه، مرض، فلوس، فقر. يعني حتى ده تقدري تطبقيه على حاله مرضيه؟ طبعا، مش بس لان لا ده في مدرسه اسمها جيرمان ميديسن بتتكلم عن اصل المشاعر وارتباطها بكل مرض. ففي مشاعر معينه مرتبطه بامراض، يعني دلوقتي ما بيجي لي حد عنده مشكله صحيه معينه انا ببقى عارفه ايه الشعور اللي حركها. ممكن يكون شعور وحده، شعور بالدنيه، شعور بالظلم، فقدان الاب، فقدان الام. يعني مثلا المشاكل اللي بيبقى فيها فقدان اب ببقاء بتبدا تظهر مشاكل في الكلى. ودكتور هامر ده عامل مدرسه في المانيا. الحاجات دي موجوده بس الناس مش فاكره ان الطاقه، يعني انا هقول لك خليك طاقه ايجابيه سلبيه. لا، احنا وصلنا ان العلم ده بقى بيساعد الناس تخف من امراض، تحسن فلوسها، تحسن علاقاتها. وصدقيني لما رجعت لده رغم ان الحاجات دي تم الشغل عليها بره اكتر، فضلنا فيه ده. لما ربنا يقول لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، يعني النفس البشريه اللي فيها مشاعر وافكار هي اللي بتحرك لك حياتك. انا عندي سؤال اخير لان وقتنا خلص. اتفضل يا فندم. لما تطبقي النظريات دي على نفسك اتغنيتي وبقت صحتك كويسه؟ انا شخصيا انت شخصيه اللي عارفيني وعارفين انا مين، انا من 5 سنين كان عليا ديون انا ما كنتش متخيل ان ممكن اعرف سدها في يوم. كنت في حاله صحيه ونفسيه سيئه جدا جدا. يعني الموضوع ده الناس عارفاه، يعني مش حاجه انا مخبيها. احنا نقعد معاها بقى الحياه اتغيرت كبيرة الحمد كبيرة لله كبيرة. وانا في افضل حال دلوقتي الحمد لله. ربنا يخليكي ويطمنك دايما كده هو، وان احنا نتعلم حكايه ان ازاي الطاقه عندنا تبقى ايجابيه وتجيب نتيجه. شكرا دكتوره سحر. عايزه اقول حاجه باحثه في علوم. لا مفيش وقت خلاص، كان زماني قلتها. سورة الضحى، سورة الضحى، سورة الضحى، وفي آية بتقول ولا سوف يعطيك ربك فترضى. اقريها واحنا مصدقين قوي ان شاء الله ربنا يدينا كلنا كل اللي نفسنا فيه. اهلا بحضرتك. شكرا دكتورة سحر ناجي، وشكرا يا دكتورة سالي. شكرا وان شاء الله نقعد احنا معاكي بقى دلوقتي. أنا كتير موجودة.